السلام عليكم الأخوة النحانيين المبتدئين. اليوم سنكون على موعد مع الفيديو الثاني المتعلق بتأسيس المناحل، وهي سلسلة الفيديوهات التي ستقوم نقابة النحالين بتقديمها لمن يرغب للبدء بتربية النحل، ونتمنى إن شاء الله أن تكون فيها الفائدة. طبعا المحاضرة الأولى كانت نظرة عامة لموضوع تربية النحل، لكن اليوم سنبدأ لمن يرغب أن يكمل معنا ووجد في نفسه الرغبة في الإكمال. سنبدأ الآن الحديث عن كيف يبدأ الشخص، ومن أين يبدأ الراغب بتربية النحل، كيف يبدأ. طبعا كما أسلفنا أيضا في المحاضرة الأولى، ذكرنا بأن الشخص الراغب بتربية النحل يجب بالبداية أن يرتدي اللباس الواقي، وإحنا ماخذين شوي صورة يعني مزعجة، وهي لاحظوا كيف النحل يعني هجومه على الشخص. طبعا هذا على الأغلب يعني قد يكون طرد من النحل، ويقوم النحال بتسكينه. وعادة النحل اللي بيكون بهذه الطريقة بيكون سلوكه نوعا ما شوية عشوائي وغير منتظم، وقد يكون أيضا يعني إذا كان يعني هذا ممكن قد يكون شرس أيضا في بعض الحالات. لذلك بداية يفضل أن يقوم النحال الراغب بالبداية في تربية النحل أن يرتدي اللباس الواقي. واللباس الواقي مكون من 4 قطع رئيسية: القناع الوجه، ولدينا أيضا اللباس الواقي اللي يمكن يكون على شكل أفرهول كامل أو قد يكون على شكل نصف أفرهول، بالإضافة إلى طبعا بنطلون يكون أيضا قوي ومانع من اللسع. الكفوف الواقية لازم يكون أيضا كفوف جيدة تقي من لسع النحل، وأيضا الحذاء المناسب. إذن يبدأ النحال أو الراغب بتربية النحل على الأقل بالتفكير بالحصول على اللباس الواقي، من أجل في أي لحظة ممكن يكون عنده فرصة أن يبدأ تربية النحل تكون هذه الأشياء جاهزة عنده. وأيضا هنالك عدد وأدوات بسيطة أيضا يحتاج النحال. طبعا العدد والأدوات المستخدمة في تربية النحل هي عديدة جدا ومتنوعة، وحقيقة لها فوائد كبيرة، لكن سنتحدث اليوم عن أداتين رئيسيتين. هذولا يعني بالإضافة لللباس الواقي لازم يكون أيضا عندك هذول الأداتين حتى تضمن أن يكون عندك لباس وعدة جاهزة للتعامل مع النحل في أي لحظة من اللحظات. والأداتين الرئيسيتين هما المدخنة، هذه المدخنة، وسيكون هنالك أيضا فيديوهات لاحقة نتحدث عن كيفية إشعال هذا الداخون، وأيضا اللي هي العتلة اليدوية. وزي ما أنتم شايفين في الصورة، العتلة اليدوية هي التي يستخدمها النحال لإخراج الإطارات الخشبية التي تحتوي على الشمع والنحل وإلى ما لا ذلك. فطبعا الداخون هو عبارة عن أداة يتم إشعال فيها نار، لكنها تخرج دخان، والهدف منها هو تهدئة النحل باستخدام الدخان. وسنتعرض لهذا الموضوع لاحقا، كيف آلية عمل الداخون من حيث التهدئة، ليش الداخون بيهدي النحل، سيتم التحدث عنه ربما لاحقا. إذن أيضا بالإضافة لللباس يجب أن يكون النحال مجهزا بالداخون والعتلة. الآن نيجي على كيف يمكن لأي شخص يرغب في تربية النحل أن يحصل على النحل. هنالك طرق مختلفة للحصول على النحل، وهون سنحاول أن نجملها بال4 طرق الرئيسية. الطريقة الأولى، وهي قد تكون الأكثر شيوعاً بين العديد من النحالين، إنه الشخص بيكون في بيته وما بيشوف غير طرد نحل، مجموعة كبيرة من النحل تحوم في فناء منزله، في الحديقة، في حوالين البيت، ويقوم هذا الطرد من النحل بالتوقف على شجرة أو على عمود أو على أي شيء، وهذا احنا بنسميه طرد نحل. فإذا الطريقة الأولى اللي ممكن أي واحد يحصل فيها على نحل هو الطرد. طبعا هذا عادة يحصل في فترة الربيع، عادة في شهر 3 و4 و5 تقريبا، وقد تمتد في بعض الحالات إلى يعني نادرا إلى شهر 6 في المناطق الجبلية المرتفعة.
إذن الشخص اللي ممكن يكون مهتم وبيعرف أنه منطقته ممكن يكون فيها طرود نحل، وبالتالي يجب أنه إيش يكون مجهز حاله، عنده لباسه وعنده كل شيء وعنده عتلته وداخونه. وصل طرد عندك على البيت، تقدر مباشرة تبدأ بتسكين هذا الطرد في صندوق خشبي، وتبدأ بتربية النحل من خلال، ولا لا تستهينوا بالموضوع، الكثير من النحالين الموجودين اليوم وهم كبار من كبار النحالين بدأوا تربية النحل من خلال طرد وصل إلى البيت. طبعا هذا راح نيجي لقدام شوي نحكي أكثر. إذن هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية ممكن أن يقوم الشخص بشراء، الثلاث طرق التالية هذول. الطريقة الأولى أن يجيك طرد مجاني، يعني هون لازم تشتري. الشراء ممكن يكون بأكثر من طريقة. ممكن أنا أشتري طرد نحل زي طرد النحل، لكن بيجي على شكل معبأ في صندوق خاص بنسميه مرزوم، أو ربما شراء خلية صغيرة لا تتجاوز عن 5 إطارات من النحل، وأيضا من نحال مجاور. طبعا عادة يفضل عادة أنك تشتري النحل من نحال مجاور حتى يساعدك في بداية الأمر. وربما الطريقة الأخيرة هو شراء خلية، لكن مش صغيرة، خلية كبيرة، خلية مليانة نحل فيها 10 إطارات نحل أو ربما أكثر. ممكن مرات نشتري خلية من طابقين، يعني 20 إطار نحل. وطبعا كل واحدة إلها رح نيجي نحكي عن إيجابياتها عن سلبياتها وغير ذلك. إذن البداية مع طرد النحل، ممكن زي ما ذكرنا سابقا أنه تكون أنت في مكان ما في البيت، وفي فصل الربيع ما تشوف إلا مجموعة من النحل بدأ بالتجمع على شجرة، على غصن، على عمود، على أي شيء. هذا نسميه طرد نحل. وزي ما تشايفين طرد النحل هو عبارة عن 4000 من النحلات. طبعا هذا الرقم متفاوت، مرات ممكن يكون من عبارة عن طرد صغير مكون من 3000 نحلة، يعني 3000 نحلة لا يغطي إطار واحد تقريبا، أو يغطي إطار واحد من الإطارات الخشبية. وقد يكون حجمه أيضا كبير، قد يصل إلى 10000 نحلة أو أكثر ربما في بعض الحالات. والطرد هذا يجب أن يحتوي على ملكة، هذه الملكة قد تكون ملكة ملقحة أو قد تكون ملكة عذراء. وطبعا الطرد هذا بيكون خرج من خلية، يعني هو منين إجا؟ بيكون خرج من خلية مكتظة، ويستقر مؤقتا كما ذكرنا على غصن شجرة أو أي جسم مناسب إلى حين إيجاد مكان مناسب أو تجريف من آخره. إذن هذا الطرد لما بيخرج وبيتوقف مرحليا على شجرة، هو خلص، مش أنه خلص هنا بده يوقف، لا، هو مرحلة انتقالية بيبدأ بعدها بالبحث عن تجويف مناسب. بمجرد ما وجد تجويف مناسب سيبدأ بالإقلاع مباشرة. فاللي بيشوف طرد نحل زي هيك أمامه عادة وقت قليل للتصرف من أجل الإمساك في الطرد والاستفادة منه. طبعا ليش النحل بيسوي هيك؟ ليش النحل بيطرد؟ هي ظاهرة طبيعية، لأنه من الطبيعي أن تقوم خلية النحل بالتكاثر والانقسام، وهي طريقة طبيعية لتكاثر النحل. فيعني هي مش، لكن طبعا هو سلوك شوية مزعج بالنسبة للنحالين، لقدام راح نيجي نعرف ليش. وعادة الخلية في بداية الربيع تبدأ في التطريد، وموسم التطريد الربيعي عندنا عادة يحدث بين شهر 3 وشهر 5، قد يمتد بعد ذلك في حالات نادرة في أغلب مناطق المملكة الجبلية. الآن بعد ما تشوف طرد النحل، الصراحة أنه أول شيء يجب أن يقوم فيه شخص أن يتأكد أن هذا الطرد لا تعود ملكيته لنحال مجاور، يعني ممكن يكون جارك نحال وبالتالي النحل من عنده طرد وجاء عندك، فهذا حقيقة لا يعتبر طرد يعني يحق لك الإمساك به، هذا يعود ملكيته لنحال مجاور. فإذا بتعرف أنه في جنبك نحال مجاور، أنا الأفضل أن تتيقن أنه هذا الطرد مش إله، ويمكن أن تتصل معه وتقول له أنا عندي طرد نحل، ويتأكد أنه هل ممكن يكون من نحله أو لا. إذا ما كان من نحله وغير معروف المصدر، فإذا هو يعتبر كالمال السائب أو المال الغير معروف صاحبه، وبالتالي يمكن الاستفادة منه من قبل أي شخص. الآن هذه الطرود اللي حكينا عنها متفاوتة بالحجم. إذا تم الإمساك بالطرد في بداية الربيع، يعني إذا أنت قدرت تمسك الطرد بشهر 3 في بداية الربيع، هذا في الغالب الطرد ممكن يلحق يعطي عسل في نفس السنة وكمية جيدة. فالطرد اللي بتمسكه بشهر 3 بتلحق تأخذ منه عسل عادة.
أما الطرد اللي بتمسكه متأخر بشهر خمسة أو ربما متأخراً في شهر ستة ولا شهر سبعة، وفي بعض الحالات طبعاً النحل ممكن يطرد من بعض الخلايا مش لأنه بده يتكاثر، بطرد من بعض الخلايا لأنه مش عاجبته الخلية بده يتركها، فمرات ممكن يصير تطريد أو هجران خلينا نقول، وتخرج الخلايا من مكانها وتهاجر، فبفكرها الواحد طرد ممكن يمسكها. هاي الطرود اللي بتمسك بشهر تمسكها بشهر خمسة وستة وسبعة عادة هاي فرصها قليلة جدا أنها تستمر وتبقى أو أنها تعطي عسلا، فضلا عن أن تعطي عسلا في نفس السنة. ممكن السنة القادمة اللاحقة تستفيد منها، أما في سنتها لا. طبعا زي ما حكينا العديد ربما من النحالين الموجودين اليوم يعني ربما بدأوا تربية النحل من خلال إمساكهم بطرد واحد. شو فوائد أو إيجابيات الحصول على طرد في بداية تربية النحل؟ أنه مجانا يعني ما بتدفع مقابله شيء، عبارة عن أنت بتكون جهز حالك هيك لباس وعدة وكذا وصناديق وبيجيك النحل مجانا. لكن هنالك سلبيات للتفكير بهذه الطريقة. السلبيات أنه أنت ما بتعرف أنه هاي السنة ممكن يكون فيها تطريد ولا لا، لأنه مش كل السنوات ممكن يكون فيها تطريد، في بعض السنوات المواسم ضعيفة جدا ممكن ما يصير تطريد، فإذا أنت بتكون مجهز حالك بالآخري وما صار تطريد ما إجاك معناته طرود معناته ما استفدت. هذه أول واحدة. النقطة الثانية أن الصفات الوراثية للملكة وسلوك النحل أيضا سيكون مجهول بالنسبة لك، لأنه ما بتعرف منين راح يجيك، وفي غالب الأحيان ممكن يكون سلوكه جيد أو سيء، يعني يا بيكون جيد يا بيكون سيء، لكن في غالب الأحيان ممكن يكون سيء من حيث الشراسة، من حيث الصفات الوراثية، من حيث جمع العسل، من حيث الصفة الوراثية التطريد. يعني عملية التطريد هذه بحد ذاتها هي صفة وراثية غير مرغوبة عند النحالين، وبالتالي إذا أنت أمسكت بطرد فراح تكون الصفات الوراثية لهذا النحل أنه هو بيطرد، وبالتالي تتوقع أنه السنة القادمة هاي الخلية نفسها اللي أنت أمسكت فيها ممكن تطرد وبالتالي ما تستفيد منها. فهاي واحدة من المشاكل السلبيات. وفي بعض الأحيان قد يكون التطريد مش نتيجة للتكاثر، هو نتيجة لوجود مرض في الخلية وبالتالي قررت الخلية التطريد أو هجران الخلية السابقة وقد تكون حاملة للأمراض، هذا أيضا خطر أو نقطة سلبية. نيجي على الطريقة الآن الشراء. فالشراء طبعا في العالم بشكل عام هناك ثلاث طرق لشراء النحل. في الأردن ربما هاي الطريقة اللي هسه راح نحكي عنها كانت موجودة سابقا لكن الآن ما عادت موجودة كثير، وهي الحصول على النحل المرزوم. شو هو النحل المرزوم؟ النحل المرزوم هو زي الطرد، مجموعة من النحل ومعهم ملكة، وبيكون بس محطوطين في صندوق فارغ، صندوق فارغ ما في إطارات ولا في شيء، صندوق سفر صغير، وبيكون مجموعة من النحل. طبعا يفضل أن يكون عدد النحلات جيد في المرزوم عند الشراء، بدك يكون على الأقل 10,000 نحلة. كيف بدي أعرف؟ عادة لما بنحط النحلات في صندوق من الإطارات يجب أن يغطي النحل 4 إطارات بالكامل، أو ربما يعني قريب من 5 إطارات إذا كان عندك حوالي 10,000 إلى 12,000 نحلة، لأنه البرواز الواحد اللي بيكون عليه نحل على الوجهين بيكون تقريبا فيه 2500 نحلة، فإذا أنت 10,000 نحلة لازم تغطي 4 إطارات بالكامل على الأقل. طبعا هذه يمكن شراءها بالعادة من نحال مجاور ممكن، أو من مصادر مستوردة، كما ذكرت أنه لم يعد هنالك مصادر مستوردة لهذا الموضوع، إما بتكون باهظة الثمن جدا إذا بدك تجيبها من دول أوروبية أو من أستراليا أو غيرها، وهي طبعا غير متاحة صراحة. زمان كان يجي شوية نحل المرزوم من مصر لكن تم منعه بسبب عدم يعني نجاح أو بسبب وجود مشاكل مرضية في النحل في مصر، فتم منعه من قبل وزارة الزراعة. زي ما حكينا طبعا هم انت مش راح تستنى على بين ما تحط النحل وتعرف انه قديش فيه نحلة، عادة يقاس بالوزن، فتقريبا يفضل ان يكون النحل المرزوم بين الكيلو والكيلو ونصف. الكيلو تقريبا يعني بيكون فيه حوالي تقريبا 9,000 8,000 9,000 نحلة، لذلك معظم الأصوان اللي بيشتروا مطروح مرزوم يعني بيقول لك على الأقل كيلو ربع، طبعا إذا كان كيلو ونص راح يكون أفضل وأفضل. يجب أن لا يحتوي النحل المرزوم على الكثير من الذكور، فإذا بتطلع على المرزوم ولقيت فيه كثير ذكور لقدام راح نميز بين الذكر وبين العاملة الأنثى، هذا مش كويس. يجب أن لا يحتوي النحل المرزوم على الكثير من الذكور، ويجب أن يصل النحل المرزوم إلى المكان الجديد خلال أقصر وقت ممكن، يعني
من وقت الرزم حتى وصوله يجب أن تكون فترة قصيرة جدا، لأنه ببلش النحل هذا يموت، وبالتالي راح تخسر كمية من النحل إذا تأخر وصول النحل المرزوم. عادة يتم شحنه بطيران خاص ومبرد وغير ذلك حتى يصل النحل في حالة مثالية مع تهوية جيدة. إذا كان النحل مستورد زي ما ذكرنا فيجب أن يرفق أيضا بشهادات صحية لازمة لإثبات خلوه من الأمراض والآفات. طيب، هل هنالك إيجابيات لشراء النحل المرزوم؟ نعم، هو تكلفة قد تكون بسيطة لمن لا يريد المغامرة، لكن إذا واحد نحال ومتمرس شراء المرزوم قد يكون مكلف. هسه راح نيجي لقدام نشوف كيف. تكلفة بسيطة صحيح لمن لا يريد المغامرة، أنا بدي أشتري لي بس مرزوم واحد أو مرزومين وخلص. يكون النحل المرزوم مصدرا جيدا لبدء خلية نحل إذا ما تمت عملية فحص الطرود بشكل صحيح من ناحية خلوها من الأمراض. فإذا كان النحل خالي من الأمراض طريقة ممتازة لبدء خلية، ما في مشكلة. ويتم عادة وصول الطرود في مواعيد محددة سابقا، وعليه يستطيع الشخص تجهيز كل الأمور اللازمة سابقا. يعني أنا بكون منسق إنه أنا بدي يوصلني طرد يوم الجمعة مثلا، فأنا بكون قبل يوم الجمعة بيومين ثلاثة أيام مجهز أموري وعامل الصناديق ومجهز الإطارات وكل شيء حتى بس يصل النحل توخذ مباشرة إلى الصناديق. لكن هنالك سلبيات للحصول على النحل المرزوم. أولا، يحتاج الطرد المرزوم إلى وقت أطول للتطور. ليش؟ لأنه بيجي نحل بس نحل ملكة، ما في عندك بيض بالإطارات، ما في عندك حضنة، فما في أجيال متلاحقة من النحل. وبالتالي إذا إجا شوي الطرد المرزوم متأخر، يعني أنا بدل ما يجيني بشهر اثنين إجاني النحل المرزوم بشهر ثلاثة أو بشهر أربعة، هذا زيه زي فكرة الطرد اللي أنا بمسكه بشهر خمسة وستة وسبعة زي ما حكينا، هذا ما راح يلحق موسم. فقد يفقد النحال الموسم إذا كان موعد الوصول متأخر، وخاصة لأنه مواسمنا في بعض الأحيان قد تكون قصيرة، ومرات ممكن يحتاج النحال أنه يدمج طردين مرزومين اثنين مع بعض بخلية واحدة مشان يسرع عملية تطورها وأنها تلحق موسم للعسل. ومرات ممكن يضطر أنه يضيف إطارات من الحضنة. فإذا بتحسب هذول كلهم مع بعض ستكتشف لاحقا ربما أنه شراء خلية جاهزة بإطاراتها بالحضنة بالأخير ربما قد يكون أفضل من النحل المرزوم وأرخص، وعليه تصبح الكلفة عالية جدا في هذه الحالة. طبعا السلبيات الأخرى أن الملكة المرافقة للطرد المرزوم قد لا تكون منتخبة أو مجربة، وقد تواجه مشاكل تقبل للملكة، لأنه هذه الملكة ما بتكون هي فعلا ملكة هذول النحلات. هم بيجمعوا شوية نحل من أكثر من خلية وبيحطوا لهم ملكة جديدة، فعادة ممكن النحل هذا ما يتقبل الملكة. بتروح أنت منزل المرزوم ومنزل الملكة معاه، الملكة بتكون بقفص طبعا عادة، فبتنزل الملكة وبتنزل النحل معاها، وممكن النحل ما يتقبلها ويقتلها. إذا قتلها شو استفدنا؟ خلاص ما في ملكة، بدك تضطر أنك إما تجيب ملكة جديدة أو بدك تجمع هذه الخلية المرزومة إلى خلية أخرى. فإذا فيها مغامرة. فقد يقوم النحال باستبدال الملكة مرات، ممكن تضطر، أنا ما مش عارف الملكة هاي منتخبة ولا لا، فباجي بس يوصل المرزوم بشيل الملكة وبحط ملكة أنا من عندي، وهذا طبعا راح يأخر تطور الخلية أكثر فأكثر كمان. أو ممكن أدخل المرزوم وبعد شهر زمان أكتشف ولا الملكة تعبانة، أشيلها وأرد أدخل ملكة جديدة، أي خلاص معناته الموضوع صار متأخر جدا. إذا فقدت الملكة، ممكن تفقد الملكة والنحال مش منتبه للموضوع، الخلية هاي راح تنهار بالكامل خلال وقت قصير، لأنه ما في حضنة تغذي وتعيد ضخ دماء جديدة في الخلية. لهذا يجب على المبتدئ مراقبة الملكة بشكل حثيث وعن قرب في الأيام الأولى للتأكد من سلامتها ووضعها للبيض بصورة طبيعية، وأنها تكون البيض أيضا، أن الملكة توضع بيض بطريقة كثيفة مشان نضمن تطور الخلية. وعادة اللي بيشتري نحل مرزوم، اللي بيبيعك النحل المرزوم يقولك أنا ما بضمن لك إياه، أوكي؟ ما بضمن لك نجاح الخلية، فإذا هنالك نسبة فشل عادة في هذا النوع من الخلايا. لذلك ربما البعض يفضل أن يقوم بشراء نحل بالخلية، نحل بخلية جاهزة. لكن طبعا قد يكون خلية صغيرة وقد تكون خلية كبيرة، هسه بنعرف شو الفرق بيناتهم. الخلية الصغيرة بيكون فيها تقريبا نحل يغطي خمس إطارات زي ما انتم شايفين هون بالرسمة، هاي الخمس إطارات طبعا هذا منظر جانبي، ولازم يكون الخمس إطارات مليانة بالنحل. طبعا هذول الإطارات كمان لازم يكونوا صفاتهم معروفة، فالثلاث إطارات اللي بالوسط شايفينهم أحمر أحمر أحمر، هذول لازم يكونوا حضنة مغلقة،
يعني هاي لازم تكون الملكة بايضة فيهم، وفيهم يرقات وحضنة مغلقة، مسميها اليرقات هذه مسميها حضنة، أوكي؟ وإذا كانت مغلقة مسكرة مسميها حضنة مغلقة، فبالتالي أم الخمس إطارات لازم يكون فيها على الأقل ثلاث إطارات نحل مغلق، حضنة مغلقة. والإطارين اللي على الجنب من هون ومن هون لازم يكونوا عسل وحبوب اللقاح. هيك بنسميها نوية خلية مكونة من خمس إطارات، نسميها نواة خلية أو نسويها نوية خلية. كلفتها أكبر شوي من شراء النحل المرزوم، لكن حقيقة إذا بتحسبها على المدى البعيد كلفتها أقل. يعني النحل المرزوم مثلا، لنفرض أن النحل المرزوم ب30 دينار، الخلية الخمس براويز هذه قد تكون ب60 دينار. فقد يبدو لك للوهلة الأولى أنه 60 دينار أكثر من 30 دينار، لكن على المدى البعيد وعلى تطور الخلية راح تكون أم 60 دينار أحسن من أم 30 دينار. طبعا زي ما حكينا النوية يجب أن تحتوي على إطارين أو ثلاث إطارات على الأقل من الحضن المغلقة، ولازم يكون فيها حضنة مفتوحة، ولازم يكون فيها بيض. إذا لازم يكون فيها كل المراحل، فيها بيض وفيها حضنة مفتوحة وحضنة مغلقة، وعلى الأقل لازم يكون بغطي هذول ثلاث إطارات. لازم يكون فيها ملكة ملقحة، وتكون الملكة هي نفسها اللي شغالة بالخلية وبياضة ما شاء الله عنها. ويجب أن تحتوي على خمس إطارات شمعية ممطوطة، مش إطارات أساس. عادة إحنا النحل المرزوم لما بنجيبه بندخله على إطارات نحل إيش؟ على إطارات أساس. أو إذا بدك تحطه على إطارات ممطوطة بده يكون كلفة لسه أعلى، عشان هيك أنا بركز على موضوع الكلفة. وهاي اللي أنتم شايفينها بالصورة اللي مبينة هيك حجمها كبير، هذه فعلا هي ملكة الخلية، وهذا شكل النحل عادة أو الخلية الخمس إطارات اللي ممكن يشتريها المبتدئ. إيجابيات الحصول على هاي النوية، ستبدأ الخلية بالتطور مباشرة. أنا اشتريت الخلية، ثاني يوم راح تستمر الخلية الملكة بوضع البيض مباشرة، بعد يوم يومين مباشرة ما بتشوف حالك إلا أنت مضطر أنك تبدأ بزيادة الإطارات، فبتصير تزيدها برواز 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 حتى ترجع تصير تسكر 10 إطارات، ثم ترفعها طابق ثاني وتصير 20 وهكذا. إذن هاي الخلية ما بتتوقف عن التطور، ستبدأ بالتطور مباشرة حال شرائها، لأنها تحتوي على ملكة تقوم بوضع البيض، وهنالك أطوار مختلفة من البيض والحضن المفتوحة والحضن المغلقة، مما يعني استمرار تدفق أجيال جديدة من النحل مباشرة بعد الشراء. يتوقع بشكل كبير أن تقوم هذه النوية أيضا بجمع العسل في السنة الأولى، متوقع، لكن قديش الكمية عادة راح تكون أقل من خلية ممتلئة بالنحل، ستكون كمية لحد ما معتدلة. لكن هنالك أيضا سلبيات للحصول على النوية، بما أنه إحنا راح نشتري النوية وفيها إطارات شمعية ممطوطة، بدك تنتبه أنه هاي الإطارات الشمعية الممطوطة ممكن تكون فيها سبورات للأمراض، فلازم يكون النحال اللي تشتري منه يكون نحال يعني متابع نحله وداير باله عليه ومعالجه وما في أي مشاكل أمراض تعفن، لأن هاي من أمراض الحضن الخطيرة جدا. وجود الحضن المغلقة أيضا قد تكون مصابة بالفاروة، فأنت مشتري نحل وفي حضن مغلقة ومكيف مبسوط، وربما قد لا تشوف يعني أو لا تجد الكثير من الفاروة، وهي أحد أهم الآفات للنحل، ممكن ما تشوفها كثير على النحل، لأنه عادة ممكن تكون متخبي وين في الحضن المغلق، وهذا بالنسبة لك مش، بينما النحل المرزوم إذا وصلك نحل مرزوم مباشرة وهو لسه بعدك ما دخلته على الخلية، ممكن ترشه بمادة تسقط كل الفاروة اللي عليها، وأيضا تقتل كل سبورات التعفن، وتدخلها على خلية جديدة وإطارات جديدة، وبالتالي تضمن عدم وجود مشاكل في الأمراض. يعمد بعض النحالين إلى بيع الإطارات الممطوطة القديمة جدا، فيعني النحال عادة إذا عنده إطارات سود قديمة يحاول يتخلص منهم بالبيع. فأنت إذا بدك تشتري عادة يفضل أنك تشتري خلايا تكون الإطارات تبعتها مش سوداء اللون، تكون يعني بيضاء إلى بنية مفتوحة، بنية فاتحة. وطبعا هذا لغاية الآن لا يوجد أي نوع من أنواع التدقيق والرقابة على موضوع سوق البيع والشراء في النحل، وإحنا بنأمل في المستقبل إنه يكون في هناك نوع من إلزام البائع والمشتري بالحصول على شهادة خلو من الأمراض من الجهات الرسمية عن شراء النحل، لكن هذا لغاية الآن غير موجود. الطريقة الأخيرة في الحصول على النحل هو أنك تشتري خلية، لكن خلية كاملة، خلية كاملة قوية مكونة من 10 إطارات أو أكثر. وطبعا شراء هذه الخلية في بداية موسم الربيع يضمن الحصول على موسم عسل ممتاز إذا كانت الظروف الجوية ملائمة. وعادة تحتوي الخلية على إطارات ممطوطة وعدد كبير من النحل، ولما بنحكي على 10 إطارات نحل على الأقل يجب أن تحتوي على 7 إلى 8 إطارات من الحضنة،
بكافة أطوارها، بيض وحضنة مفتوحة وحضنة مغلقة، ولازم تكون الملكة ممتازة فتية وشغالة ما شاء الله عنها. فبالتالي تحتوي الخليج زي ما ذكرنا على إطارات ممطوطة، عدد كبير من النحل، ملكة بياضة بمعدل بيض عالي، وبالتالي قد يؤدي هذا الأمر إلى وصولها لهذه المرحلة من التطور. طبعا أكيد راح يكون ثمن هذه الخلايا هي الأعلى بين الخيارات، فاللي معاه مصاري وحاب يضمن موسم عسل بدي يروح لهذا الخيار، اللي مصرياته أقل شوي بدي يروح للخيار الخلية الصغيرة وهكذا، فإذا بتعتمد على الموضوع الاقتصادي. إيجابيات الحصول على خلية كبيرة، من المتوقع أن تنتج هذه الخلية كمية جيدة من العسل في السنة الأولى، ويمكن الاستفادة من هذه الخلية في التقسيم، فاللي بيفكر أنه بده يبدأ مشروع نحل ويكبر المشروع بده يقسم الخلايا، إذا اشترى نحلة أو خلية كبيرة الحجم بقسمها ما في مشكلة، أما إذا اشترى طرد صغير أو مرزوم في الغالب هذا ممكن يكون تقسيمه غير ممكن، لأنه بده يضطر يقسمه في نهاية الموسم، وعادة التقاسيم في نهاية الموسم بتكون ضعيفة. هناك سلبيات لشراء خلية كبيرة، أول سلبية أن التكلفة مادية كبيرة، في فرق هائل في السعر بين الخلية الصغيرة والخلية الكبيرة. إذا كان النحال غير حاصل على تدريب جيد، هذه الخلية المكتظة ستطرد، وبالتالي راح يخسر النحال، هذا المبتدئ بيخسر النحل وبيخسر العسل، فبده يكون عنده تدريب جيد. وجود الإطارات الممطوطة والحضنة يبقي احتمالية وجود مسببات مرضية وآفات كما ذكرنا سابقا. وعادة مشكلة أخرى أنه ممكن يكون عمر الملكة في هذه الخلية أكثر من سنة، وبالتالي ممكن تقعد عندك الموسم هذا، لكن الموسم اللي بعديها في الغالب لازم تفكر في استبدالها، ربما في أثناء الموسم إذا كان إذا أظهرت الملكة أي مشاكل تراجع بدك تضطر تستبدلها، وبهيك راح يقل فرصة إنتاجية هاي الخلية. طبعا في مشكلة أو سلبية أخرى عند الشراء، عندما تشتري الخلية وبدك ترحلها من مكان وجودها إلى منطقتك الجديدة، إذا ما كان النحال المبتدئ هذا منتبه لموضوع وجود تهوية كافية عن شراء الخلية بسبب اكتظاظها، راح يسكر على الخلية ممكن ونقلها لمسافات كبيرة قد يؤدي إلى نفوق الخلية بالكامل، فهي أيضا من المحاذير اللي لازم ينتبه لها المبتدئ. إذا بالنسبة لموضوع الحصول على النحل نظرة سريعة، طبعا في بعض الحالات ممكن واحد يقول لك أنا عندي خلية بتعيش في البر تعال خذها، فبعض الحالات ممكن تعيش بعض الخلايا البرية في تجاويف أشجار أو في قطوع صخرية أو في تجاويف أبنية. عادة محاولة إخراج هذه الخلية تحتاج إلى مهارة أولاً، وتحتاج إلى موافقة صاحب الشجرة أو موافقة صاحب البناء مع ضمان عدم الإضرار بالشجرة أو البناء. في ناس ممكن يقطعوا الشجرة مشان يطلعوا خلية تحل، وهذا ظلم يعني، أو ممكن يهد جزء من البناء مشان يطلع خلية. يعني أنا حقيقة بشوف إنه هذا الموضوع ما بيستاهل هذا الجهد الكبير. وفي كثير من الأحيان أيضا إخراج مثل هذه الخلايا من مكانها ممكن يدمر الخلية وما تنجح، فأنت يعني بتكون خسرت الشجرة ودمرت جزء من البناء وما طلعت معك الخلية كاملة، وممكن تموت الخلية وتتدمر وما تستفيد منها. وبالتالي يجب أنه يعني أنا بفضل أنه الأشخاص ما يلجأوا كثير لهذا الموضوع. في نهاية المطاف آخر كلام حول تأسيس المنحل، أولاً يحتاج تأسيس منحل، إذا كان هنالك شخص يرغب بتأسيس منحل كبير يعني من البداية بده يبدأ بمنحل كبير، الأفضل أن يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وهي وزارة الزراعة. نحن حقيقة بننصح أي شخص يرغب بالبدء بتربية النحل الحصول على التراخيص اللازمة ومراجعة وزارة الزراعة بهذا الخصوص، ويمكن لأي شخص يملك حتى ولو خلية واحدة أن ينتسب لنقابة النحالين التي تشكل الغطاء القانوني، يعني إن شاء الله أن يكون دائما النقابة فيها يعني القدرة على متابعة أمور النحالين ومتابعة همومهم مع الجهات الرسمية. فلو كان عندك خلية واحدة يمكنك الانتساب لنقابة النحالين. المشكلة في وزارة الزراعة إذا كان عندك أقل من 100 خلية ما بتقدر ترخص رخصة منحل، ممكن تحصل على شهادة ملكية، وإذا كان عندك أقل من 10 خلايا ما بيطلع لك لا شهادة ملكية ولا رخصة. وبالتالي يعني يفضل أنه على الأقل اللي بيبدأ بشوية نحلات قليلات أنه على الأقل يكون منتسب لنقابة النحالين، ومن ثم يبدأ بالتسجيل في وزارة الزراعة، وممكن يعملهم متزامن مع بعض. والنقابة طبعا تقوم بالعديد من الأنشطة التي تساهم في تطوير قطاع تربية النحل، وبالتالي احنا ندعو
الجميع النحالين أو الراغبين بالبدء بتربية النحل أن ينضموا لنقابة النحالين للحصول على أيضا الفائدة من خلال هذا الاكتساب. بهذا نكون قد أنهينا المحاضرة الثانية في هذه السلسلة المتعلقة بالبدء بتربية النحل للراغبين بذلك للمبتدئين. نتمنى أن يكون فيها الفائدة ونلقاكم على خير في المحاضرة القادمة.